أيها السادة، نبقى مع الشباب واهتمام الدولة بهم في المجالات كافة، سواء النفسية أو الاجتماعية أو الصحية وحتى الفكرية. وفي إطار المحافظة على الشباب، أقيمت مبادرة الوسطية منهج حياة تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب لوضع خطة طريق للشباب والسير بهم نحو الطريق الصحيح في فهم دينهم. مبادرة الوسطية منهج وحياة أقامت ورش عمل من خلالها يتم نشر ثقافة الوسطية، وإن أهمية إبراز مبادئ الإسلام في احترام التعددية الثقافية والدينية والحضارية وتطبيقها في التعامل معها عبر عصور التاريخ. مبادرة أخونا الدكتور عبد الله النوفل الوسطية من أجل الحياة كانت من أميز المبادرات للأمانة. اليوم نعيش للأسف في فترة شباب، بعض الشباب يعيش في فكر منحرف، فكر يعني يحتاج إلى أن يكون لابد تكون له خارطة طريق. فهذه المبادرة عبارة عن ورش عمل تدريبية تحاول أن تعيد خارطة طريق إلى بعض الشباب وتعزز مفهوم الوسطية الذي يحتاجه جميع الشباب. الوسطية منهج شرعي بعث به سائر الرسل عليهم السلام، وأنها خاصية من أبرز خصائص الإسلام، كما أن غياب المرجعية يعد بابا كبيرا من أبواب تكريس التطرف والغلو. الوسطية منهج حياة تحت رعاية وزارة الشباب، وحقيقة عندنا نخبة من المحاضرين سوف يقومون بشرح الوسطية. هناك راح يكون في عدة جوانب، في راح يكون هناك الجانب النفسي، راح نتكلم ويتطرقون أيضا المحاضرين إلى الجانب الاجتماعي، وأيضا راح يتطرقون إلى الجانب الأسري. هذه الجوانب تقريبا كلها احنا نحتاجها، وفي نفس الوقت راح يعززون مفهوم الوسطية لدى الشباب. التركيز على توعية الشباب في جميع المجالات والطرق من خلال البرامج التدريبية والتوعوية. الوسطية والاعتدال منهج رباني قويم وسبيل عدل بين الإفراط والتفريط والغلو والتساهل. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.